أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يفتي في أمور الأسهم وهم أشخاص لا نعرفهم ومن أين أخذوا العلم وظهروا علينا فجأة، والناس يتسارعون إلى فتواهم وآرائهم في الشركات المساهمة، ومنهم من أوصلهم إلى مرتبة كبار العلماء، فما واجبي تجاه من اتبع فتواهم؟ يا أخوان، كما ذكرت لكم هذا له جهات مختصة، أما دامت الجهة المختصة لم تصدر فيه شيئا الإنسان يتوقف، وكون واحد يقول أنه من كبار العلماء أو هو من كبار العلماء يعني من حيث الوظيفة ما يضمن أنه ما يخطي، يخطي وهو من كبار العلماء، إذا صار وحده يخطي، لكن لو كان مع المجموعة تدارسوا هذا الأمر هذا أبعد عن الخطأ. أما أنه ينفرد ويقول أنا من كبار العلماء، حتى ولو كان من كبار العلماء يخطئ، فلا يزكي نفسه، أو الناس يظنون أنه ما يخطئ لأنه من كبار العلماء، هذا ظن خاطئ. نعم.